السلام عليكم. طبعا انا بشكر دكتور شهير على دعوتها الكريمه وعلى نقود اطباء دعوتها ليا عشان اكون وسطكم النهارده وسط ولادي وسط زملائي واساتذتي، وخصوصا كمان الدكتور احمد دوبال بوجدني له كل الاحترام والتقدير. موضوعنا النهارده في كذا شق او في كذا جزء، هو موضوع كبير. حاولت اطلب منكم الحاجات يعني اختصره في حاجات نقاط تهمكم لو انتم اشتغلتم في الامرجنسي ديبارتمنت. قبل ما نبدا هنبقى عايزين بس نعرف بعض التعريف البسيطه على ايه هو الدوميستيك فايولنس. Domestic violence is a pattern of abusive behavior that occurs between family members and or intimate partner to gain power or control. ده التعريف البسيط بتاع domestic violence. بيبقى many forms، ممكن يكون physical، ممكن يكون psychological، ممكن يكون sexual، ممكن يكون economic. Many types، زي spouse abuse أو child abuse أو elderly abuse. التعريف الثاني اللي المفروض تعرفوه يعني ايه ميديكو ليجال كيس، لان انت هتتعامل مع حالات دوميستيك فايولنس، انت تتعامل معاها كميديكو ليجال ايشو. الميديكو ليجال كيس is a medical case with legal implication for attending doctor where the attending doctor after eliciting history and examining the patient thinks that some investigation by law enforcement agency is essential. لما تتعامل مع المريض بتاعك امتى تقول ان في دي في شبهه جنائيه وامتى تبلغ البوليس. Every doctor under law bound by contract to serve each patient and cannot refuse treatment. تحت لائحه اداب المهنه انت ملزم انك تعالج المريض في اي حال من الاحوال. الميديكال ليجال كيس اكزامينيشن اند ريبورتنج از وان اوف ذا ليجال ريسبونسابيلتي and of all doctor working in a hospital. According to المادة 33 في لائحة آداب المهنة والمادة 25 و26 من قانون الإجراءات الجنائية، إنك ملزم إنك تبلغ لو أنت suspect إن في medical legal issue أو crime في الحالة اللي أنت بتعالجها، يبقى المفروض تبلغ أو تعمل reporting. دي المادة 33. يجب على الطبيب إبلاغ الجهات المختصة على الإصابات والحواس ذات الشبهة الجنائية مثل حالات الإصابة، عيارة نارية أو جروح إصابية نافذة أو قطعية أو غيرها، مع كتابة تقرير طبي مفصل عن الحالة وقت عرضها عليه، ويرتد الطبيب دعوة زميل آخر للمشاركة في مناظرة الحالة وكتابة التقرير. دي تلخص الموضوع اللي احنا هنتكلم عنه. امتى هيتحول لك الميديكو ليجال كيس او هتناظر الميديكو ليجال كيس؟ في فور سيتويشن. اول سيتويشن اللي هي انها متحوله لك بالشرطه، تحويل بالبوليس فور اكزامينيشن اند ريبورتنج. تاني سيتويشن ان هو ريفيرد من انذر هوستل وحصل لها ريبورتنج في الانذر هوستل او بريفيوس هوستل، وريجستريشن انها ميديكو ليجال كيس بس متحوله لها علشان تعمل مور بروفيشنال اكزامينيشن اند مانجمنت. تاني سيتويشن ان البيشنت هيم سيلف هو اللي بيجي يبلغ، هو اللي بيجي لك وعايز يعمل تقرير عن وبيتهم اكيوز بيرسون معين ان هو احدث فيه الاصابات اللي هي فيه. رابع سيتويشن بالدكتور هيمسيلف، يعني سيادتك لما تيجي تكشف على الحاله في الاستقبال ولقيت فيها شبهه جنائيه او اصابات غير مفسره according لي او ما لهاش اكسبلينيشن according للهيستوري اللي قايله لك المريضه او المريض، فانت هتعمل ديسيجن انك تعالجها كميديكو ليجال كيس وتعمل ريبورتنج. ايه هي اكزامبل ميديكو ليجال كيس اللي ممكن تتعرض لها في الاستقبال؟ زي road traffic accident، زي suspected homicide، زي burn injury، زي physical assault injuries، زي mass food poisoning، زي suspected or even criminal abortion، sexual assault اللي هو نوع من نوع domestic violence، ممكن injury cases where foul play suspected، ممكن injury cases where likelihood of death in near future، ممكن unconscious cases الكوز مش متفسر،
broader cases where found play is suspected واخر حاجه اللي هي الحالات اللي متحوله من كورت او محكمه. امتى هتيجي في الاستقبال وتواجه حاله domestic violence؟ لا اما acute domestic violence وجايه في الانستنس وهتتعرض عليها كacute cases، لا اما الكيس دي هتتعرض عليك for examination of any medical legal cases medical legal explanation او complaint تانيه، يعني تجيلك شكوى في النساء، شكوى في النفسيه، شكوى في البطنة ومش مفسرة. دي اللي هي بيبقى في chronic domestic violence في البيت وبعد كده بتتشخص او بتجيلك او بتتعمل complaint as psychosomatic disorders. ده اللي هي chronic domestic violence. ايه علاقة domestic violence والemergency department؟ Why could domestic violence consistently be unrecognized over so many emergency department visits? الحل او الاجابه بسيطه ان هو failure to ask. انت ما اديتهاش من وقتك انك تعمل history كويس معانا، تعمل good examination عشان تتوصل ايه اللي هي وراها او background وراها. باختصار شديد ان هو في ستيجز لازم تمر بيها اول ما تشوف حاله دومستيك فايلز. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ بتبتدي بالستيج 1، اول حاجه تعمل ايدنتيفيكيشن للكيس اللي جايه لك او سكرين ستيج. تاني حاجه اللي هي اسسمنت او اكزامينيشن للكيس اللي قدامك، ديتيلد اكزامينيشن. تالت حاجه اكل اند بروبر دوكيومنتيشن، والنقطه دي هي اهم نقطه هنتكلم عنها النهارده. accurate and proper documentation من ناحية medical legal issues. رابع حاجة وخامس حاجة safety planning and referral. Focus your attention في أول stage in screening of domestic abuse. لازم توجه الاتنشن عشان تبني ثقة بينك وبين العيان بتاعك، increase trust، وتتجنب تماما في الستيج بتاع screening إنك تعمل documentation، مجرد انك هتبني الثقه وتتكلم مع العيانه بتاعتك. تاني حاجه انك توفر لها سيف اند سبورتيف انفايرمنت وانت بتعمل سكرين للكيس. Don't screen for abuse in the presence of intimate partner or other family members. لازم تعمل لها سكرين بينك وبينها بس مع البيشنت الون. لو في الانتيميت بارتنر موجود معاك في الاوضه تخرجه بره الاوضه تتكلم مع المريضه بتاعتك. رابع حاجه الدوكيومنتيشن، لو البيشنت ريفيوز ان هو يقول لك اي انفورميشن او تاخد منه اي اكسبلينيشن للحاله اللي هو فيها، تعمل دوكيومنتيشن النقطه دي في الشارت بتاعك، ودي مهمه جدا كميديكال ايشو. البروسيدور اوف سكريننج ايه؟ اول حاجه انك تبدا بدايركت اند كومباشنت كويشن مع العيانة بتاعتك، زي for example we know that many people experience problem in intimate relationship which can result in health problem. So we ask all patients this question: are you in a relationship with someone that threaten or hurt you in any way? ولازم تأكد مع العيانة ان كل الانفورميشن اللي هيجي بيها انها confidential. تاني حاجة انك تعمل بروفايدنج، لو هو استمر ان هو مش فاهم الاسئلة اللي انت بتسألها له او ما يعني ممتنع ان هو يجيب اي انفورميشن، تعمل مزيد من الكويشن وتديله امثلة تانية للدوميستيك ابيوز. هل البارتنر بوش اور سلاب اور هيت يو ان اني واي، يعني ضربك، عمل سريت تهديد ليكي، او انت خايفة من البارتنر بتاعك وخايفه من على حياه التشيلدرن او الاطفال بتوعي؟ دي اسئله ثانيه ممكن تساعدك في السكريننج. لو العيانه او العيان ادلى وقال ان هو تعرض فعلا لابيوز، هيبقى قدامك جايد لاينز ايه او اتجاه في اتجاه معين. ايه هو الجايد لاينز ايه؟ في حاجات هتعملها وفي حاجات مش هتعملها. الحاجات اللي هتعملها اول حاجه هتأكد على confidentiality وتعمل safe environment، انك بتسأل فيه وتعمل more examination وتعمل recording بتاعك او documentation.
assessed danger level يعني بتحدد نوع الخطورة اللي اتطبع على البيشنت بتاعه وعلى الأولاد بتوعه. تالت حاجة إنك تأكد للبيشنت بتاعك إن الدوميستيك فايلنس it is a crime and it is illegal. رابع حاجة ensure confidentiality، دي مهمة، ensure confidentiality، ensure confidentiality، إن مفيش access للبارتنر بتاعك أو لأي family members للحاجات اللي أنت هتقوليها أو documentation اللي إحنا هنعملها. offer support or information in non-judgmental manner، ما تقعدش تعمل انتقادات أو حكم من نفسك أو تعمل advice أو judge من نفسك على البيشنت يعمل إيه. أهم حاجة تعرف المريض حقوقه، حقوقه وهو يتجه فين، هو اللي يقرر، هو اللي يعمل الديسيجن مش حضرتك. تفهمه أولا ما تعملش كلام، ما توبخوش، تأكد إن هو domestic violence is a crime. لازم تعرفه إنها لها حق أو له حق إن هو file his report with the police، ودي مهمة جدا إنك تعرفها حقها وتستنى إن هي اللي تعمل decision. Mandatory reporting of intimate partner violence to the police by health care provider is not recommended إلا في حالات معينة. إيه الحالات اللي هي لازم تعمل reporting للبوليس؟ إن في child maltreatment أو في في life threatening يقع على children، دي mandatory reporting على طول. في أثناء assessment لو تاني stage ما تعملش حاجات معينة، ما تقللش من الانستنس، ما تعملش ignoring للشكوى بتاعتها، ما تعملش blame ليها، ما تديش advice تعمل ايه او تعمل ايه، ما تديش decision بدلها وتقولها لازم تبلغي البوليس، لازم تعملي reporting، لازم كذا كذا كذا، مش انت بتاخد الديسيجن خالص. Don't confront the abuser لو هو موجود، لو هو intimate partner موجود ما تعملش مواجهة معاه، وما تعملش اكسكيوز للابيوزر قدامها. انا بتكلم كل ده اذا كانت في ميل ابيوز. تاني حاجه لو هي ما عملتش ديسكلوجر، احنا اتكلمنا في اللي فات ان هو عملت افصاح وادتك المعلومات ان هو فعلا حصل ابيوز. لو ما عملت رفضت انها تدي انفورميشن يبقى هتتجه لجايد لاينز دي اللي هي لازم تدي more questioning عشان تشجعها انها تعرف او تقول او تلقي لك information. ولازم لو البيشنت حس ان يبقى angry او not communicable معاك او نرفزت او مش عايزه تدي، ما تحاولش تعمل pursuing ليها further questioning. إذا فيست يستون نادي to disclose abuse لو هو مصر، في حاجات مهمة في الميديكال ديليو إيشو لازم تعمل. إيه هي؟ أول حاجة reviewing للأولد، reviewing للأولد patient chart لو هي اترددت على الإمرجنسي ديبارتمنت مرات قبل كده ولها فايل وفي إصابات متكررة أو شكاوي نون ريليفنت متكررة لحاجات تانية ميديكال بروبلمز لازم تراجعها ولازم documentation في الفايل بتاعها. تاني حاجة بتعرض عليها بعض النمبرز اللي هي ممكن تلجأ إليها في حالة أي أبيوز وقع عليها بعد كده. النمبر دي موجودة في مصر وفي كذا جهة موجودة، منها المجلس الوطني، مكتب الشكاية، المجلس القومي للمرأة، في جمعيات خاصة، في حاجات في المنصورة موجودة، فالكرايس نمبر دي لازم تبقى معاك علشان تدلي بيها ليه. لو هي بناية أبيوز برضو هتعمل حاجة مهمة جدا إن هو ريكوردينج في الشارت إن البيشنت إكسبلينيشن أوف إنجريز إز إنكونسيستنت ويز ذا فيزيكال فايندينج اللي موجودة قدامك. تمام؟ أنا بتكلم على المفروض يحصل، إنما إيه اللي بيحصل؟ أنا ده الأرض اللي المفروض يحصل في الإمرجنسي ديبارتمنت. أوكي؟ دي الأرقام اللي هي ممكن تلجأ إليها في القاهرة واسكندرية وفي في المنصورة، في جمعية وعي وفي مكتب شباب المجلس القومي للمرأة المعنفة وفي مركز قضايا المرأة المصرية، في مركز النديم، في المنصورة قدام العسوي مركز استضافة وتوجيه المرأة وحماية المرأة المعنفة. دي الأرقام اللي هي المفروض تديها في للمرأة.
المعنفة أو domestic abuse. في الستيشن هو assessment اللي هو تاني ستيج، هنعمل assessment للخطر اللي ممكن يقع عليه، بتعمل هل في خطر عليها أو على أولادها لو رجعت للأبيوزر دوت أو رجعت البيت. بتسأل بعض الأسئلة، يعني الأبيوز حصل إزاي، هو وين وإمتى، what happened, how often can مرة أكثر مرة getting divorced، الشيلدرين موجودين في البيت ولا موجودين في حتة تانية، هل في أسلحة، هل أنت خايفة لو ترجع لزوجك إنه يحصل عنف تاني، هل عملت ريبورتنج للبوليس قبل كده، هل في دراجز هو فاكتور من ضمن الدوميستيك ابيوز، وانت في اعتقادك اكتر حل مناسب لحالتك ايه. دي الاسئله اللي انت بتسالها عشان اسس الدينجر ليفل. اسسنج السيفتي اوف تشيلدرن، الاولاد وير اوت، موجودين فين، هل موجودين مع فاميلي امن، هل موجودين مع فريندز، هل موجودين هنا في المستشفى معاكي، هل متوفر لها بيها امنة لو انت روحتي هيبقى في خطر عليهم ولا لا. اهم استيج هو الدوكيومنتيشن والريبورتنج، وده المهم بالنسبه لنا للطب الشرعي او الميديكو ليجال ايشو، لو انت هتتعامل معاها ميديكو ليجال كيس وتعمل ريبورتنج للبوليس. اول حاجه اللي هي ريتن دوكيومنتيشن، لازم تبقى اكيرت، لازم ريكوردنج الانجرز اون بودي ماب، وهنشوف الماب اللي انت هتعمل ريكوردنج للانجرز فيها. Record any inconsistency between a patient's explanation how injury was sustained and the medical finding الموجودة قدامك. Inform the patient that a report can be filed with the police. Provide the option of calling the police while at the hospital. وبعد كده تبتدي تعمل photograph، تصور الانجريز اللي قدامك. امتى تصور الانجريز اللي قدامك؟ لو هي ادتك consent انك تعمل recording documentation وللانجرز بتاعتها، او لو في تبليغ للبوليس، البوليس هو اللي هيتولى هذه القصه. انت بتعمل ريبورتنج للبوليس اللي موجود في المستشفى، الكونستابل اللي موجود في المستشفى، وهو اللي هيتولى قصه بقيه الاجراءات اللي هي بقيه الباقي بعد كده. لو هي البوليس ما بلغتش البوليس، ما عملتش ريبورتنج، هتبتدي انت تعمل فوتوغرافي للانجرز اللي قدامك بطريقه معينه. لازم تاخد منها ريتن كونسنت، دي مانداتوري، لازم يكون في شاهد معاك تاني على الفوتوغرافينج، يعني واحد بيصور والممرضه اللي معاك في الاوضه تعمل ويتنس سيجنتشر على الصور دي. لازم تاخد صوره معاك من الكونسنت بتاع البيشنت. فوتوغرافينج بتبدا باورينتيشن فوتو، يعني الانجري موجود مثلا في اللمب، في الابر لمب او اللور لمب، بتاخد اورينتيشن فوتو عموميا، وبعد كده تعمل كلوز اب فوتو ثانيه للانجري بس. وتعمل تو سيتس اوف فوتو، واحد هيتحط في الفايل بتاع المريض والثاني هيتعطلها. بعد ما كل صوره هتتوقع من وراها بالبيشنت نيم، الهوستال اي دي، الديت بتاع الفوتوغرافينج او الانجري، وبعد كده يتوقع بالبيشنت وتتشال في الفايل بتاع المريض. الليجال ايشوز، الليجال ايشوز ايه القانون بيقول لك ايه؟ القانون بيقول لك ايه؟ ان الدوميستيك فايلنس ده كريمنال اوفنس. امتى تعمل مانداتوري ريبورتنج؟ زي ما انا قلت قبل كده، ان هو اما يكون في تشيلدرن ابيوز او سيفير مال تريتمنت للتشيلدرن. لو انت اتحطيت في موقف اللي هو دوت، ان هي رافضه ان هي تعمل ريبورتنج للبوليس، هل انت هتعمل ريبورتنج؟ انت اسس الموقف بتاعك، اسس كيس باي كيس. هل لو انت عملت ريبورتنج هل ده هيزود الدينجر ليفل على الدوميستيك ابيوز بيشنتس ولا لا؟ هتعمل توازن بين اللائحه بتقول لك ايه او المهنه بتقول لك ايه او قواعد المهنه، وهي بين الديماند اوف ذير بروفيشن اند ريسبكت فور دينيتي اوف يور بيشنتس. لان في بعض الناس وهي اتعرضت علينا او شفنا المواقف دي، انك لو عملت تطوعت وعملت ريبورتنج ده هيزود الدينجر ليفل وهيزود الفايلنس على البيشنت نفسه من غير موافقه المريض. الميديكو ليجال دوكيومنتيشن لها اساس، واظن ان كلكم عندكم باك جراوند على الميديكو ليجال دوكيومنتيشن. كان
you share information without permission? هل أنت هتعمل share the information بتاع your patient without permission of your patients؟ هل هتعمل كده؟ من كلامي اللي فات، هل هتعمل reporting without permission of your patients؟ تمام، احنا قايلين من شوية ان لازم تاخد consent بعد ما تشرح لها كل حقوقها، لازم تاخد منها consent انها تعمل reporting، انت ما بتاخدش decision بدلها. انت تعمل share information without permission في حالتين. الحالة الأولانية ان المحكمة جاية لك انك تعمل request information about specific case. لما يبقى في significant risk of harm of to the woman and her children، الحالتين دول اللي هم يتيحوا لك انك تعمل reporting او تعمل sharing information لأي جهة without permission from your patient. ده الدوكيومنتيشن فورم المفروض يتناول ايه، واظن برضو انتم عندكم باك جراوند كويسه جدا من الطب الشرعي، بيتناول الديت التايم الانفورميشن السيلف كونتاكت النيم والفون والنمبر تشيلدرن النمبر والايج تو ريب اوت البوليس انفولمنت لو في حصل ابلاغ للبوليس الاوفيسر نيم الهيستوري اللوكيشن اوف ذا انسيدنت الليد اسيلنت لو هو نون او انون للبيشنت لو هو نون بتحدد الريليشن شيب لو هو السباوس او فورمر سباوس او كومن لو كير جيفر او اذر بتعمل ديسكريبشن اوف ذا ايفنت والنيتشر اوف ابيوز سواء فيزيكال اذا كان كيكينج او هيتينج او بوشينج او شوكينج او بيرنينج او اذر او ويز هولدينج فود او ايكونوميك withholding money, emotional psychological abuse, لو هو sexual abuse, لو هو في forced sexual action. بتعمل medical abuse history لو في previous injury بتحددها وتكتبها في documentation بتاعك وdescribe the injuries اللي موجودة on the injuries. physical examination بنبدأ من أول closing. أنت ما بتبدأش من أول injury اللي موجودة عليه. لا، بتبدأ من أول closing هل في evidence of trauma or assault. هل في physical injuries هتحددها على chart معينة هتتناقش أو هتعمل documentation regarding the injuries لأرضنس معينة. إيه هي؟ اللي هي دي. لو هو في wounds بتحدد السايت واللوكيشن بالظبط وبتحدد الوصف بتاع الانجري سواء الايدجز او الدبس او الحاجات اللي انتوا خدتوها في الشرع معانا اللي هي انواع الونس اللي هي قطعيه ورضيه وشبيهه بالقطع والحاجات كلها هل في سيراميك ايكيموزس او بروزس الكالر بتاعها الدايركشن بتاع الانجري الايدج لو في هيلينج بروسس لا لو في بوردر اكبر الايدجز ايه بتعمل كلاسيفيكيشن انجريز في النهايه ده الشارت اللي انت بتحدد عليه الانجريز او بترسم عليه الانجريز رسم كروك الاول علشان يساعدك مع الفوتوغرافي. لو في سيكشوال اسولت كيسز اتعرضت عليك لو هي مش فيزيكال انجريز بس او مش اصابيه بس او فيزيكال او وونز بس لو في سيكشوال اسولت لو في تشايلد في سيكشوال اسولت او في اذر سيكشوال اسولت بنتبع نظام تاني اللي هو انسبكشن سايت ده من اول توب تو تو فيزيكال اكزامينشن اوف ذا فيكتيم اذا نشوف اذا كان في بايتس لو في بلوز لو في ديفنسيف وونز لو في دراجينج وونز لو في فينجر نيل بروزز لو في هير بولينج لو في انجكشن لو في ليجيشن مارك لو في ويبنج سكويزنج كل ده بتحدده وتكتب له ريكوردنج في الارمنج كرايتيريا للسسبكتد تشايلد ابيوز والمفروض برضه انتوا خدتوها اللي هي لو الهيستوري مش انكومباتبل مع الانجز اللي موجود قدامك لو الانجز متعدده مالتي بلانري ومالتيبل ستيجز اوف هيلينج ده بيسسبكت ان في بريفيوس تشايلد ابيوز إذ امتى تعمل فورنسيك كونسيدريشن للسيكشوال فايلنس لازم كونسنت من المريضه او المريض لازم تعمل ديتيل دوكيومنتيشن لازم تاخد كوليكشن اوف فورنسيك سبيسيمنز تعمل كوليكشن من السيستم بتاعتك منين؟ ده الكونسنت فورم بالنسبه للي هتاخدها قبل ما تعمل اكزامينشن ان هو موافق ان هو تعمل له فيزيكال اكزامينشن للجنرال بادي او فيزيكال لوكال اكزامينشن للوكال جينيتاليا
وموافق انك تاخد منه عينات، تاخد منه عينات من الجنتال، ممكن تاخد من البادي، ممكن تاخد من الهير، ممكن تاخد بلاد او يورين. لازم الايفيدنس لازم كولكتد وليبلد، ده بما يخص الفورنسيك ايفيدنس. هتاخد العينات بتاعتك منين؟ ممكن تاخد جاستريك لافاش لو هي جايه لك حاله تصمم، ممكن تاخد بلاد علشان الدي ان ايه او اني بويزنج كيس من الكلوزس، تجمع الكلوزس من الفاجينال سوابس، من الوونز سواب، من الوونز يورين اندر جارمنت، لازم تاخد سواب من البايب نودز، ممكن تاخد من النيل والهير في الكرونيك بويزنج كيسز، اذر اكسبت زي تابلت بويزن، حاجات كلها ممكن تكون جايه مع الابيوز. رابع ستيج واخر ستيج مع رابع وخامس انك بتعمل سيفتي بلان للمريض او المريض، انك بتعرفه بالفون نمبرز اللي احنا قلنا عليها، لازم تقول له ان هو تاكد ان الشيلدرن سيف لو هي رجعت البيت ولا لا، ولازم تعرفها حقوقها وامتى تعمل ريبورتنج او لا، ولازم تساعدها في ان تعمل سسبكت او ايمرجنسي بلان لنفسها، يعني خطه هروب لو حصل اي ابيوز في الفيوتشر. الادمشن الشارج ده عموما لكل الايمرجنسي ديبارتمنت هيلث بروفايدر، هيلث كير بروفايدر، لازم هتعمل ادمشن بورق دوكيومنتيشن ريكوردد، ولازم لما تيجي تخرج العيان وحصل ريبورتنج للبوليس لازم تخبر البوليس الاول قبل ما يخرج العيان. لازم لو هو عايز يخرج على مسؤوليته بتديله كارد وفولو اب كارد قبل ما يخرج. دي كلها جنرال جايد لاينز للدشارج والادمشن بتاع ميديكال كيس او دوميستيك ابيوز. ارجو ان انا ما اثقلتش عليكم. هو الدوميستيك فايلز بتضم حاجات كتير، تضم السكشوال اسولت ده عايز كذا محاضره لوحده، الشايلد ابيوز عايز محاضرات كتير، بس انا حاولت اجمع لكم المين بوينتس هتتعاملي مع الحاله ازاي، وامتى تعملي ريبورتنج وامتى لا، وامتى تعرفي البيشنت رايت ولا لا، وامتى اللي هي اوبليجاتري ريبورتنج من سيادتك او سيادتك، انت امتى ما تشوف حاله من الليجال جيس امتى تعمل اوبليجاتري او مانداتري ريبورت. السمري all consultation with patient must be documented. All aspects of consultation should be documented as regards consent, medical history, outcome of physical examination, samples اللي انت لما تعمل عيان وتست وزير ريزولت، treatment and medication prescribed, the schedule of follow-up care and referral. Patient record ده بأكد عليه ان يبقى confidential and should be stored securely. Health workers may be required to comment on their finding in a written report and or give evidence in the court. انت ممكن تبقى هتطالب بعد كده لو شفت ميديكال ريفيو الكيس وما عملتهاش اكيوريت دوكيومنتيشن، انت ممكن تطالب انك تبقى شاهد، تطلبك المحكمه في الكيس دي. فلازم يبقى الدوكيومنتيشن بتاعك لازم تكون امبارشال عادله، ولازم تكون بالانسد انتربريتيشن اوف يور فايلينج. If not trained in medical legal or the emergency department health care provider not trained in medical legal issues, ممكن يستعين according to المادة 33 بإزابيل أخر يناظره أو يناظر الحالة ويساعده في كتابة التقرير زي الـ medical legal doctors. الـ home message. Domestic violence is often not disclosed to medical or nursing staff. Interviewing patient alone increase the chance of detection of domestic violence. If patient disclose domestic violence in the authorities as there are children at least should be considered. It should be explained to victim of domestic violence that assault is illegal and unacceptable. Contact with the police and voluntary organizations should be offered from emergency department. ده أنا بشكركم جدا. وارجو ان اكون كونتاكت للبوينت اللي انتم بتسالوا عنها، امتى تعمل ريبورتنج وامتى لا، امتى تعمل دوكيومنتيشن ونوع الدوكيومنتيشن ايه، ولو في اي سؤال انا تحت امركم. شكرا جزيلا.